الحقيقة هشام بيه ماهر سفير مصر في السنغال كان مدينا معاد من حوالي 15 يوم النهاردة علشان نقعد مع بعض أنا وكابتن شوقي وكابتن أحمد حسن وكابتن سمير عدلي والدكتور طارق سليمان نشوف إيه أخبار الدنيا في السنغال إيه الجو ماشي إزاي إيه الترتيبات اللي هتبقى موجودة واطلعنا على كل شيء. السنغال أول مرة ينفك عنها اللعب في ملعبها بعد سنتين واللي هنلعب إن شاء الله على الاستاد الرئيسي والمباراة هتكون على حسب اجتماعه هو مع رئيس الاتحاد السنغالي هتبقى يوم 5/9 وهتبقى الساعة إن شاء الله 8 بالليل وتم الاتفاق ان يبقى فيه الفندق الخاص باللعيبة والجهاز الفني والإداري بعيد عن وسط البلد لراحة اللعيبة وعدم تعرض اللاعبين لأي مشاكل أو حاجة. وتكلمنا على الأكل في السنغال وتكلمنا على المية وتكلمنا على كل شيء. والحقيقة السنغال بلد الحوالي الأمنية بلد متقدمة كويس الحوالي الأمنية السنغال بلد أمنة ما فيهاش أي مشاكل وإن شاء الله نروح رحلة نسافر إن شاء الله المخطط لينا نسافر يوم 2 في الشهر ونرجع بعد المباراة على طول بالطيارة الخاصة لسيادة الوزير خالد عبد العزيز تفضل مشكورا بعملها للمنتخب القومي وانا احيي السيد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه وتملي انا بنادي ان لابد ان تكون وزاره الرياضه شريك للاتحاد الكوره في المنتخب القومي الاول وده معمول في بلاد كتير وبالذات في الجزائر فانا يعني سعيد جدا بمشاركه سياده الوزير خالد عبد العزيز معانا وده امر يسعدنا وان شاء الله نعمل لكم نتيجه كويسه هناك ان شاء الله. في ترتيبات مع السفاره المباريات لماتش السنغال عشان يعرف الفرق اكثر خاصه اللعيبه كلها محترفين في مباريات اللي هيلعبوها المنتخب المصري الكابتن شوقي طلبها. الكابتن شوقي غريب مطلع على كل شيء في السنغال وكان كنا بنتكلم على ماتش السنغال الاخراني مع الكوت ديفوار اللي هو في تصفيات كاس العالم وازاي اتغلبوا بدون يعني سهل جدا وكان ممكن يوصلوا لكاس العالم احنا بنحترم في كل الفرق وعاملين حساب لكل الفرق وان شاء الله نعمل نتيجة كويسة نعيد بيها امجاد الكرة المصرية. كابتن حسن ايه اهم المعلومات اللي مد بيها سيادة السفير للجهاز الفني المصري؟ درجة الحرارة هناك حوالي من 30 ل 32 نسبة الرطوبة عالية جدا 96% ودي اهم الحاجات البلد امنه الفنادق زي الفل كل حاجه كويسه.